اهلا بيكم. دي في الفيديو ده ان شاء الله هنبتدي بقى نتكلم في البروجكت مانجمنت. هنبتدي بانترودكشن سريعه كده. علشان نخش في الانترودكشن السريعه دي عايزكم تجيبوا ورقه وقلم، وكل واحد فيكم يعمل ديزاين لووتر كونتينر. فين الورقه والقلم؟ فين الورقه والقلم؟ هتكتب ارسل حل. طيب ارجو ان ما يكونش حد فيكم جاب ورقه وقلم ولا حاجه، ولو الورقه والقلم هينفعوا يعني. انا مش عايزك تعمل ديزاين لووتر كونتينر بجد، لان انا ما اديتكش معلومات. ايه الووتر كونتينر اللي هتعمله؟ شكله ايه؟ بيشيل ايه؟ قد ايه؟ علشان ايه؟ عشان مين؟ بكام؟ كل دي معلومات مفيش حاجه اديتها لك، مش كده ولا ايه؟ كان ممكن قوي 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 ان الووتر كونتينر بتاعنا ده يبقى حاجه زي دي ولا لا؟ مش دي ووتر كونتينرز برضو؟ عندنا ازازه، عندنا مج، عندنا كيس بلاستيك ممكن يشيل ميه، ودول كمان ووتر كونتينرز ولا لا؟ انت حمام السباحه حدينا داخلين على صيفه، ودي مش ووتر كونتينر برضو ولا انت؟ يبقى ما ينفعش ان انا اقول اعمل ووتر كونتينر كده وخلاص، يعني لازم شويه معلومات تاني ولا ايه؟ طيب ادي اول درس. فيش حاجه اسمها بروجكت هيتعمل من غير ما يبقى له هدف واضح، جول. انت عايز تطلع بايه؟ عايز توصل لايه في اخر المشروع ده؟ حلوه دي؟ طيب تعالى معايا كده بقى، تعالى نعمل حاجه تانية. بما ان انتوا خلاص بقيتوا شاطرين في موضوع الووتر كونتينر، يلا ليتس هاف ا بيلدينج. ورقه وقلم. طيب كويس ان محدش جاب الورقه والقلم وتعلمنا بقى الدرس المره دي. المفروض حضرتك مش هتقدر دلوقتي تعمل حاجه الا لما يبقى معاك معلومات اكتر. امال ايه اعمل ووتر كونتينر او ليتس هاف ا بيلدينج ده يبقى ايه المعطى؟ قال لك ده اسمه كلاودي جول. كلاودي جول ليه هدف في السحاب؟ ليه قلنا كلاودي جول؟ يمكن التعبير مش علمي قوي، لكن الحقيقه في واحد من الكتب اسمه What You Need to Know About Project Management استخدم التعبير ده وعجبني بستخدمه دايما. السحابه اعتقد كلكم عارفين ما تعرفهاش اول من اخر، ما تعرفش تمسكها، ما تعرفش تجيبها منين وتحط ايدك فين، مش محتاجه توضيح، مش كده ولا ايه؟ لما يبقى عندك هدف زي Let's have a design water container or Let's have a building، اعتقد ان ده مش كافي علشان تعمل حاجه، صح؟ انا عايز اخد بكالوريوس طب، وبعدين امتى، ازاي، فين، بايه، هتحط فيه ايه؟ ده بروجكت. اوكي، عايز ابني الهرم الاكبر، ليه، فين، بكام، ازاي، في معلومات كتير محتاجين نعرفها. طيب تعال نخلي موضوع Let's have water building ده احسن شويه. Let's have a building خليه an apartment building، مبنى سكني. ايه رأيك في الهدف ده؟ تقدر تعمله؟ أرجو إن أنت تكون قلت لأ برضه. ليه؟ ببساطة شديدة الأبارتمنت بيلدينج ده ممكن يكون على 100 شكل ولون. عندك هنا احنا حاطين ثلاث أمثلة لمباني سكنية مالهمش علاقة ببعض، مفيش منهم بيجمعهم غير ان هم مباني سكنيه، غير كده اشكال مختلفه ومقاسات فاحنا اول حاجه بنعملها علشان الهدف بتاعنا يبقى قابل للتحقيق هو ان احنا نعمله سبيسيفيك. اوكي؟ سبيسيفيك، محدد. تحدده ازاي؟ تحدده بمعلومات، تحدده بايه اللي عايز يطلع منه، ايه تحدده بوصفه. وهنا خليني اقف شويه اتكلم عند موضوع سبيسيفيك ده معاكم. بص يا سيدي، دلوقتي انت مهما اوتيت من العلم
ومهما أوتيت من القدرة العقلية محدودة ولا لا؟ محدودة مش كده؟ إذا كانت قدرتك العقلية محدودة، هل تستطيع بأي حال من الأحوال أن أنت تلم بكل التفاصيل بتاعت أي حاجة أنت بتعملها؟ إن لم يكن مستحيل فهو شديد الصعوبة. من هنا بنقول specific، المفروض نظريا specific كل كبيرة وصغيرة، كل التفاصيل بتحطها في تعريف إيه اللي عايز يطلع من المشروع. عمارة 11 دور على مساحة 500 متر، تشطيب سوبر لوكس، الحمامات ايديال ستاندرد، الاساسات معرفش هيبقى فيه بدروم وجراج تحت الارض ودور اداري، كل دي تفاصيل هتحطها، لكن مهما اوتيت من القدرة العقلية مش هتقدر تجيب كل التفاصيل. فبنعمل ايه؟ في مراحل في عملية التخطيط ومراحل في عملية تحديد الهدف، زي ما هنتكلم ونعيد ونزيد كتير في الفيديوهات بتاعتنا. ففي كل مرحلة بتدخل في دقة أو في عمق في التفاصيل على قد ما تحتمل المرحلة دي. عايزين نعمل عمارة، فين؟ هعمل عمارة في طنطا. طيب العمارة في طنطا دي مساحتها قد ايه؟ مساحتها 300 متر وارتفاعها 6 ادوار وهتبقى كده يعني ايه جنب السوق. دي التفاصيل، تفاصيل تنفع لقعدة على القهوة، تفاصيل تنفع لفكرة عامة نعرف هنشتغل فيها ولا لا، لكن تفاصيل ما تنفعش ننزل نشتغل بيها على الارض، لسه في حاجات كتير ناقصة مش كده ليه؟ المهم نرجع لموضوع سبيسيفيك. عشان نتكلم سبيسيفيك انت المفروض نظريا بتقول كل التفاصيل اللي ممكن تتحط في المشروع، خلاص؟ لكن انا حطيت على ده بس كده علامة تعجب او علامة تحذير، وهي ان خلي بالك ان انت مش هتقدر تحط كل التفاصيل، لكن دايما في كل مرحلة من مراحل التخطيط بتحاول تحط اعلى قدر ممكن من دقة التفاصيل. يبقى اول صفة، اول سمة علشان الهدف بتاعنا، الهدف بتاع المشروع يبقى قابل للتحقيق، هي انه يبقى specific. طولت عليكم، فيديو التاني نتكلم في بقية الخواص بتاعته ان شاء الله.